تواصل معارض أهل رمضان المنتشرة في أنحاء محافظة دمياط تقديم وبيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبتها من 30 إلى 40%. تتضمن المعارض سلعا غذائية وخضروات وفواكه وأسماكا ولحوما وموظفات، إلى جانب القسم الخاص بالمجلس القومي للمرأة. كما يتضمن المعرض أشغالا يدوية ومفروشات ومجمدات من إنتاج سيدات المدينة. الصراحه لقيت الحاجه كويسه اسعارا او خامات او حتى اللحمه، هتلاقي اسعارها يعني اقل من بره بكتير. بالنسبه لاي محل بره او اي حاجه الاسعار اقل، والكواليتي مش بيجرى لها حاجه، وكمان الجوده كويسه جدا ما شاء الله. المعرض ده انا مش اول مره ادخله، ده ثاني مره بصراحه، وجاي طبعا اخد جوله، ولكن انا قبل كده دخلت. بالنسبه للاسعار بالقياس للاماكن الثانيه بصراحة يعني أفضل بكثير. الأسعار هنا كويسة وحلوة وكل حاجة موجودة، وتحيا مصر ومعرض أهل رمضان. في الرز، في الشاي، في الزيت، في كل حاجة، في كل حاجة متواجدة. للمنتجات ما شاء الله موجودة، والحاجة جميلة جدا ما شاء الله، والأسعار كويسة جدا.